عن كثب يراقب هذا الجندي التركي الحدود ما بين أنقرة ودمشق. فخلف هذا الجدار الفاصل الذي من المقرر أن يبلغ طوله 511 كيلومتراً وعلى بعد نحو 20 كيلومتراً فقط، وتحديداً في مدينة الباب السورية، جنود أتراك يرتدون هذه البزة عينها. فيما تبدو سيطرة هؤلاء الجنود محكمة على الحدود، مغايرة هي الأوضاع في الداخل السوري، ولا سيما عقب تحرير الجيش السوري القرى المحاذية للباب جنوبا والقرى المتلاصقة مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محيط منبج. أسابيع قليلة تفصل تركيا عن الانتهاء من بناء هذا الجدار الحدودي، جدار ترى فيه أنقرة وسيلة لمنع تسلل مسلح داعش وقوات سوريا الديمقراطية إلى أراضيها. وتأتي هذه التدريبات المكثفة التي يجريها الجيش التركي على الحدود بين البلدين مكملة لهدف إنشاء الجدار، كما تؤكد القيادة العسكرية التركية. نواجه تحديين، الأول حماية الحدود من جهتنا فيما لا يوجد دولة رسمية على الجهة المقابلة، تتم حماية هذه الحدود من قبل جنودنا فقط. أما التحدي الثاني فهو المحاولات المزدوجة لاختراق الحدود من الجانبين التركي والسوري، ما يحتم على جنودنا حماية الحدود ومراقبتها على مدى 360 درجة. على حدود ولايات شانلي أورفا وغازي عنتاب وكليس وهتاي ومردين وشرناق يمتد الجدار التركي، جدار مكن الأمن التركي من إحباط نحو 57 ألف محاولة غير شرعية لعبور حدود البلاد، إضافة إلى توقيف أكثر من 424 ألف شخص بحسب ما أعلنت السلطات التركية.